السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حازم؟ الحمد لله ازيك يا معاذ؟ الحمد لله ازيك يا ملك؟ الحمد لله. احنا النهارده هنتكلم على الانرجي اند فيول. احنا كنا خدنا المرة اللي فاتت الانرجي السورسز بتاعتها بتيجي منين، وقلنا ان الانرجي ممكن يبقى لها سورسز رينيوبل ونون رينيوبل. رينيوبل يعني متجددة، مصادر الطاقة المتجددة ومصادر الطاقة غير الايه؟ المتجددة. مين فيهم اللي هنسميه فيول؟ الفيول نون رينيوبل كلهم فيولز، بس كمان في من الرينيوبل الود والتشاركل، دول يعتبروا ايه؟ فيول. هو يعني ايه فيول اصلا؟ لو تفتكروا يعني بنزين. لا قلنا سبستنس ذات جيفز ثيرمال انرجي لما ايه؟ تتحرق. وين بيرن يعني اول ما تتحرق تدي ثيرمال انرجي. طب نركز بقى عشان النهارده عندنا كلام مهم جدا على الرينيوبل ايه؟ سورسز. خلاص؟ طيب رينيوبل سورسز قلنا هم ثلاث حاجات، الصن والووتر والايه والويند. تعالوا بقى نحكي القصه بتاعتها جت منين. سميته الله بسم الله. هنبتدي الاول بالصن. ادي الصن لان هي بدايه كل حاجه، كل طاقه في الارض تقريبا تكاد تكون جايه منين؟ من الصن. كويس. الصن دي عباره عن ايه؟ انا هديكم اختيارات وانتوا تقولوا لي ماشي. هل رقم واحد، هل دي تبقى كوكب بلانت ولا ستار يعني نجم؟ نجم. نجم صح. اذا اول معلومه عن عن الشمس ان هي اسمها هي صن، دي تعتبر ايه؟ ستار. يعني نجوم. مين اللي خلق النجوم؟ ربنا. ايوه ربنا بيقول لنا بيكلمنا عن النجوم يقول ثلاث فوائد للنجوم. نركز. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم على النجوم كلها، على الستارز اللي في الكون، قال ليهم ثلاث فوائد. يا ترى ايه فوائد النجوم؟ بتنور. صح. اول حاجه ان النجوم بتنور، ولانها بتنور لا بالراحه صح، يبقى هي النور بتاعها ده بنستخدمه كهدايه. في الليل في نجوم احنا عارفينها في الشمال، فبتشاور لنا على ايه؟ على ناحيه الشمال. فلو عايز امشي ناحيه الشمال ومش معايا بوصله، ممكن ابص على النجوم واقدر اقرا احدد الشمال. ولو حددت الشمال على طول وبصيت له، يبقى اللي على يميني هيبقى شرق، وعلى شمالي يبقى غرب، واللي ورايا يبقى ايه؟ جنوب. يبقى جنوب. فاقدر احدد كل الاتجاهات من مجرد ايه بس؟ للنجوم. يبقى النجوم هدايه. رقم اتنين ليها وظيفه ثانيه النجوم، ستارز. ساعه. لا النجوم زينه. السماء. صح احسنت. واخد زينا السماء الدنيا ايه؟ بمصابيح. فالنجوم اصلا تعتبر ايه؟ زينه. يعني لان السماء من غير النجوم غير وهي بالنجوم. النجوم تحس انها زي ما يكون في زينه كده ومنظر ايه؟ جميل. طيب النجوم كمان حاجه مهمه جدا، هي رجوم للشياطين. وجعلناها رجوم الشياطين. صح كده؟ يبقى دول ثلاث فوائد، الهدايه ده. ربنا قال ايه؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وبالنجم هم ايه؟ يهتدون. يبقى دي الهدايه. سوره النجم؟ لا مش سوره النجم. يبقى الهدايه. رقم اثنين الزينه. صح؟ بمصابيح وجعلناها رجوم ايه؟ للشياطين. فدول ثلاث حاجات. كويس؟ طيب نيجي بقى الشمس. الشمس تعتبر نجم، بس نجم خاص جدا بالنسبه للارض. هي برضو نور، بس اهم نور. صح؟ لان اصلا الكوكب الكره الارضيه نصه بينور اول ما الايه؟ ما الشمس بتبقى ناحيته. صح؟ يعني كوكب الكره الارضيه بيبقى عامل كده، كنا رسمنا الرسمه دي قبل كده. هو بالنسبه للشمس صغير جدا، بس جزء منه كبير هيبقى مضيء عشان هو جنب الشمس، اللي هو ناحيه الايه؟ الشمس. والجزء الثاني هيبقى مظلم عشان خاطر بعيد عن الشمس. وهو نفسه بقى هذا الكوكب بيلف حوالين نفسه الاول. فحوالين نفسه دي اللي كان ضلمه يجي نهار، والنهار يجي ليل، وهكذا. فده اللي عمل تعاقب الليل والايه؟ والنهار. الشمس ربنا بيمتن علينا بالشمس. ليه؟ لان الشمس اصلا هي نور بتاع الكره الارضيه كلها. صح؟ صح. وهي سبب النهار. ولانها سبب النهار وسبب الليل. تقول لي سبب الليل ازاي؟ ما هي غياب النهار معناه ايه؟ ان
هي اللي بتعكس الضوء على القمر، والقمر بيبقى ماشي. بس هي غيابها لما الكرة الأرضية تبعد عن الشمس، يعني تلف ناحية تانية والشمس ناحية تانية، الحتة دي تبقى إيه؟ يبقى ليل. إذن الشمس هي مصدر النور. طب واحنا النور ده النهار ده اللي ربنا عمله لنا معايش، يعني نعيش فيه، نخرج فيه ونشتغل فيه ونبيع ونشتري ونصنع ونزرع، صح؟ ونيجي بالليل نرجع ايه؟ ننام. ولولا الشمس دي ما كناش قدرنا، لو كان ساعتها لو ما فيش شمس الدنيا كلها تبقى نهار ولا ليل؟ ليل، يبقى ضلمه. ما كانش العرب، ما كانش قصدي البشر، كانوا قدروا اصلا ايه؟ ان هم يشوفوا حاجه. احنا بنشوف بالايه؟ بالشمس. طيب عشان النور. رقم اثنين، هل هي بتدينا اللايت بس؟ وسلمه. ايوه، يبقى في حاجه بقى ثانيه. يبقى هي اذا كانت بتدينا لايت اللي هو الضوء، دي حاجه كويسه، بس هي كمان بتدينا دفء، حراره. ثيرمال انرجي. الاثنين دول على بعض اقدر اسميهم سولار انرجي. يعني الطاقه الشمسيه. خلاص، اللي هم اللايت اند ثيرمال انرجي. طب لحظه بقى، هو ازاي الواحد بيتدفى في كوبايه الشاي؟ عشان سخنه او يحط ايده صح، انت بتحط ايدك لازم تلمس الايه؟ كوبايه الشاي عشان تاخد الحراره اللي فيها. طب احنا لامسين الشمس؟ لا. امال بناخد الحراره اللي فيها ازاي؟ اشعاع. صح. اذا الشمس بتطلع لنا حاجه اسمها راديشن. راديت انرجي. راديشن يعني ايه؟ يعني اشعاع. اشعاع. الاشعه دي بقى عباره عن ايه؟ عباره عن لايت وثيرمال. يعني هي اشعه اسمها سولار راديشنز طالعه من الشمس موجهه ناحيه الايه؟ الكون كله، بس طبعا الارض تاخد جزء منها، نصيب من الراديشنز دي. فالراديشنز دي لما بتوصل لنا هي جايبه لنا اللايت والايه؟ والثيرمال. كويس؟ طيب معلش، الشمس ازاي طلعت الراديشنز دي؟ ف العلماء قعدوا يدوروا ازاي الشمس بتطلع راديشنز بالشكل ده. فلقوا ايه؟ وصلوا باستنتاج، طبعا ما حدش راح الشمس لان لو قربنا منها شويه اكتر من كده بس هنتحرق. لان ما نتحملش الحراره بتاعتها. فهم بيستنتجوا ايه؟ ان الشمس دي مش جسم جامد، لا، ده الشمس دي عباره عن جازز، غازات. الهيدروجين والهيليوم. ماشي؟ يبقى هي عباره عن ايه؟ جازز. كتله من الغازات. طب كتله من الغازات، طب ما الهواء غاز، ليه مش شايفينه كده؟ اصل الغازات دي بقى فيها عندها حراره عاليه جدا، هو الهيدروجين والهيليوم. مش الهيليوم ده اللي بننفخه بالبالونات؟ ايوه، الهيليوم ده اللي بننفخه بالبالونات. خلاص؟ فالغاز الهيدروجين وغاز الهيليوم لما بيتفاعلوا مع بعض في وجود ايه؟ تمبريتشر مالها؟ عاليه جدا، فيري هاي تمبريتشر. ماشي؟ ايه اللي يحصل؟ بيطلعوا يتوهجوا قوي ويطلعوا حاجتين بقى مهمين، هو اللايت والايه؟ والثيرمال انرجي. دول يطلعوا اشعاعات، راديشن. طيب هل ممكن واحد يمشي على سطح القمر؟ ممكن يمشي على سطح الارض؟ احنا ماشيين على سطح الارض، لما يمشي على سطح الشمس؟ لا. ليه؟ يتحرق. اولا حرارتها عاليه جدا ما نقدرش نقرب منها. ثانيا حتى لو انا بقى غير قابل للحرق، اصلا سطحها مش جامد. هل سطحها هارد سيرفيس؟ لا. هنقع. خلاص؟ طب الشمس لما نبص لها هي اقرب للمكعب ولا للكوره؟ للكوره. الكوره، كوره بالانجلش يعني او باللاتيني الكوره يعني سيركل. صح، بس كمان يعني سفير. سفير يعني ايه؟ يعني كوره. خلاص؟ طب الكوره دي بقى يا ترى اقدر اقول معموله من الميه ولا معموله من الضوء ولا معموله من الصوت؟ ضوء. ضوء. ضوء يعني ايه؟ يعني فوتو. فوتو على صوره. فهو يسموها بقى ايه؟ السطح بتاعها ده. فوتو. فوتو ايه؟ فوتوسفير. فهمنا؟ يبقى احنا برضو انا اقصد ان انا اوريكم معاني الكلمات جت منين. فوتو يعني لايت. ضوء. سفير يعني كور. بو. يبقى دي لايت بول. خلاص؟ يعني كرة الايه؟ الضوء. يبقى دي الشمس. مرة تاني احنا ما زلنا بنتكلم على السورس اوف انرجي. أكبر سورس اوف انرجي ربنا خلقه لنا هو اللي خلق الشمس. الصن. طيب احنا يا ترى احنا نعتبر أكبر ولا الشمس؟ الشمس. احنا أقوى ولا الشمس؟ الشمس. تخيلوا الشمس دي بقى
ربنا سبحانه وتعالى سخرها لينا. أسخرها عليهم سبع. لا لا. سخرها لينا وسخر الشمس. خلاص ربنا سخر الشمس. والشمس والقمر والنجوم مسخرات إيه بأمر. فكل ده من تسخير مية، هي تسخير يعني ربنا أمرها وهي أطاعت. طيب كل يوم بتعمل إيه الشمس؟ تطلع من المشرق وتغرب فين؟ في المغرب. وتطلع مش من المشرق. هل في يوم جت قالت له لا مش طالعة النهاردة أنا تعبانة؟ ما حصلش صح؟ لا إيه بقى هو كل يوم؟ ما قالتش كده صح؟ طيب الشمس اللي من آلاف السنين دي وربنا خلقها ماشي بتسمع كلام مين؟ ربنا وتطيعه مع انها اكبر. طب احنا بقى ليه يجي علينا وقت يقول ايه لا مش عايز اصلي بقى دلوقتي زهقت لا مش مصلي النهارده؟ عشان ده اختبار من ربنا علينا ماشي. بس احنا الصح ان احنا نعمل كده؟ لا. يبقى ربنا لما ربنا امتن علينا وادانا اختيار خلانا احنا نختار نوافق او ما نوافقش فنيجي احنا نقول لا؟ لا. طب هو انت الواحد اصلا ايه في كون ربنا؟ ده انت اصلا حته بتاع صغيره كده مالكش لازمه في الكون خلاص؟ في وتقول لا وتمتنع عن امر ربنا والشمس اللي هي كبيره قوي اللي هي قويه جدا اللي هي تمتلك طاقه مليون ارض. طبعا ده كبيره قوي بالنسبه للارض والطاقه بتاعتها جامده جدا. بس انا بشوفها بلاقيها. هل هي رفضت امر ربنا؟ لا. ولا بتطيع طول الوقت؟ بتطيع. طب ما احنا بنشوف الشمس قد كده. لا عشان هي بعيده. المهم نرجع تاني بقى. اذا ايه اللي موجود جوه الشمس؟ الشمس عباره عن جازز، خليط جاز ميكس كده من الهيليوم وليه والهيدروجين وغازات تانية، بس اكترهم هو الهيدروجين اند هيليوم. خلاص الاثنين دول بيحصل لهم رياكشن يعني يتفاعلوا مع بعض في وجود هاي تمبريتشر فتنبعث منها ضوء. ايوه يحصل ايميشن للرادييشنز. الرادييشنز دي بقى تسافر في السبيس لغايه لما توصل للكره الارضيه فاحنا نشوفها عندنا ونحس بيها. لايت اند ثيرمال انرجي وسميناها ايه؟ سولار. وبرده مسمينها فوتوسفير. هي شكلها على بعضها صح الفوتوسفير. مركزين كده؟ طيب تعالوا نشوف بقى دي لما وصلت الارض هتعمل ايه في الارض؟ خلاص؟ واحده من الحاجات اللي هتعملها هنتخيل بقى ادي نور دفينا. ما انت قلتوا الكلام ده بس انا عايز اشرح لكم حاجه ثانيه مهمه جدا. دلوقتي في مسطحات مائيه في الارض صح؟ بحار مثلا. دي بحر ماشي. وفي منطقة تانية جدباء جرداء لا زرع فيها ولا ماء صحراء بعيدة. خلاص ونرسم لها بقى ايه دزرت. شجرة بقى كده يعني دي ديزرت مثلنا شجرة كده ولا حاجة ليه كده طب ما بقى فيها زرع. طب الصرعة واحدة بس كل فين وفين كده حاجات قليلة قوي. صبار زي الصبار مثلا زي الصبار نخلة ممكن نخلة كده كل فين وفين بس وشوية حشيش كده انما هي ايه ما فيهاش حاجة قليلة جدا فقيرة يعني. وهنا في الناحية تانية حتة بعيدة من الكرة الأرضية كتير. في بحر كبير اهو. حتى البحر بيكون فيها أعشاب. ايوه بيكون في شعر. نركز 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 لو سمحتوا. أشعة الشمس الجميلة دي اللي من فوق نركز بقى. انتوا قلتوا تحمل ثيرمال انرجي. الثيرمال انرجي لما تيجي هنا دي بتدفيها هتعمل ايه في الميه؟ بتدفيها وتدفيها وممكن تسخنها قوي لدرجه ان الميه تتحول من ووتر من ليكويد تو جاز تطلع بخار تبقى جاز. ايوه تطلع بخار. انا اول ما انزل مسرح حمام السباحه بنزل بتعرض على الميه بلاقيها سخنه صح. ايه اللي حصل دلوقتي كده؟ ان الميه بتاعت البحار نتيجه تاثير مين؟ الثيرمال انرجي بتاعت السولار انرجي بتاعت مين؟ بتاعت الصن. سخنت ولما سخنت تتبخر تتحول لايه بقى؟ واتر ايه؟ ووتر فيبر يعني بخار ايه؟ بخار الماء. خلاص بخار الميه ده طلع ده يعتبر جاز ولا ليكويد؟ ليكويد. لا جاز. ده جاز ده غاز انما ليكويد يعني سائل. خلاص فتحولت من السائل للغاز. طيب العملية دي بنسميها لو تفتكروا خدناها زمان قبل كده اسمها evaporization. طب تعالوا نشوفها جات منين الكلمة دي برضه زي ما متعودين نشوف الكلمات كلها جات منين. أول حاجة evaporization. هنشيل الإي كده evaporize. خلاص vapor يعني
يعني بخار، مش انا اسمه ووتر فيبر. يبقى فيبر يعني ايه؟ بخار. بخار. ايفابورايزيشن يعني تبخر. ماشي، يعني نحط ايزيشن دي يعني تبخر، يعني تحول ايه لايه؟ الليكويد لفيبر. خلاص بتبخر، فهمتوا؟ يبقى اسمها ايه؟ ايفابورايزيشن. ايفابورايزيشن خلاص. اذا وممكن نقول عليها ايفابوريشن برضه، يعني مش لازم الاي الاي زاد دي تبقى مش موجوده، ساعات يبقى اسمها ايفابوريشن على طول. يحصل ايفابوريشن ايفابورايزيشن نتيجه ايه؟ الحراره. طيب لما تطلع دي بقى تتجمع فوق في السماء في صوره ايه؟ سحاب. 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 ايه ده؟ سحاب يعني ايه بالانجلش؟ كلاود. كلاود. اذا يبقى عندنا كلاود، صح؟ صح. طيب مرة تانية، حاجة تانية. في مناطق في الأرض هيبقى نصيبها كبير من الشمس، وفي مناطق من الأرض هيبقى نصيبها إيه؟ قليل من الشمس. صح؟ هنا في الديزرت في كتير. يعني تعالى نشوف كده نفهم حاجة. دلوقتي لو إن الكرة الأرضية إيه؟ موجودة قدام الشمس. ماشي؟ خلاص كده؟ طيب الكرة الأرضية دي بتلف إزاي؟ بتلف كده. كده حوالين الخط ده كده، صح؟ بتلف. طيب هركز عشان هشوف انتوا فاهمين ولا لا. النقطه دي اللي انا هعملها بالاحمر دي، النقطه دي بعيده عن الشمس ولا قريبه؟ بعيده. بس هتبقى بعيده طول الوقت. لا بعد شويه هتيجي فين؟ هنا. تيجي هنا وتبقى ايه؟ قريبه. وبالتالي هيبقى لها نصيب انها تتعرض للشمس ولا لا؟ طيب ركز بقى. طب النقطه دي، لا مش دي، ثانية واحدة نعكسها باللون تاني. النقطة الخضراء بقى دي، دي بعيدة عن الشمس. طب لما تيجي تلف هتيجي مكان هتيجي هنا. هنا فوق. هنا بس. مش هتروح بعيد. لا مش هنا، هتطلع فوق هنا اهو. طيب دي كده قربت كتير يعني؟ لا قربتش كتير، وبالتالي تفضل تدور على الوقت ايه؟ بعيد عن ليه؟ الشمس. انتوا فاهمين الفكرة؟ يعني النقطه دي لما الكره دي تلف هتيجي هنا. الاركتيك ريجون. صح، برافو عليك. الاركتيك ريجونز، الاركتيك اللي هم اللي عند البولز، عند الاقطاب. دول اصلا طول الوقت لان الكره الارضيه بتلف عند القطب، فعند القطب ده ما بيلفش تقريبا. مش شرق وغرب، مش جنوب يعني. لا تاني، لو جبنا كوره واحنا اللي موجود زي النقطه الحمراء اللي انا رسمتها دي، لما هتلف هتتحرك كده 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 فتقرب كده. انما دي لما هتلف في اللفه بتاعتها تبقى دايره صغيره، فاهمني؟ وبالتالي أيوة. اصلا ما بتقربش كتير من الشمس. اذا هيبقى في اماكن نصيبها من الحراره قليل، وفي اماكن كتيره. اذا لما نكبر بقى كده، الحته النقطه الخضراء دي وصلها حراره قليله، والنقطه الحمراء دي وصلها حراره ايه؟ كتير. يعني في الشتاء ما بيوصلهاش خالص. برضو تبقى ضعيفه جدا. طيب يبقى كده، عشان دي بقى، عشان كده المناطق الاستوائيه اللي هي عند خط الاستواء عند الايكواتور، لو خط الاستواء بتاع الايه؟ بتاع الكره الارضيه اللي هو في نصها بالظبط ده، دي اللي بتبقى حر، لانها حتى لو كانت بعيده عن الشمس في بالليل، بس في النهار بتبقى ايه؟ قريبه جدا. انما اللي فوق دي طول الوقت بعيده. خلاص؟ مركزين كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي طلعت ايه يا حازم؟ ان في حتت هيبقى الحراره فيها مالها؟ عاليه. عاليه زي مثلا تعالى نعمل اللي هي النقطه الحمراء دي، تبقى الحراره فيها متوهجه قوي. كانوا ترمومتر والحراره عاليه. وده بقى التاني الحراره فيها تبقى ايه؟ واطيه. فتكون النتيجه ان الهواء نفسه هيبقى سخن فين؟ جنب الشمس. هنا في الحته دي. وساعة فين؟ في الحته الثانيه. اختلاف الحراره ما بين الهواء بتخلي الهواء ينتقل من مكان لمكان. كان الهواء يتزق من الناحيه الساقعه يروح ناحيه الناحيه السخنه. هيبقى ساقعه وسخنه. خلاص؟ فيحصل رياح. لحظه بقى. يبقى ايه اللي خلى الرياح تنشا الهواء يتحرك؟ نرجع هنا. لف. لا مش اللف. هنا عندي المنطقه اللي هي الصحراء دي، الهواء فيها ماله؟ سخن. الهواء سخن. يبقى ده هنكتب كده ان ده يبقى عنده هوت اير. صح؟ ايه اللي سخنه؟ انه متعرض للشمس ايه؟ كتير. والمنطقه اللي هنا اهو كولد اير. مش متعرضة للشمس كتير. طيب هل كده الضغط في الكولد والهوت اير زي بعض في نفس الضغط؟ لا. لا. فالهواء فيبتدي ينشأ هواء، الهواء ده بقى يزق السحاب.
إذن هنبتدي بقى ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إنه هيبتدي الهواء عايز يمشي كده. لا وانت بتمسح. طب الهواء ده هيتحرك يروح فين؟ يزق الهواء مين؟ يزق السحاب. السحاب معاه. فالسحاب لما يتزق هيمشي يروح فين؟ يروح هنا. هو محمل بإيه؟ بالوتر إيه؟ ووتر فيبر. لحظة كده بقى، لما أقول لكم مين اللي بخر المية؟ من البحر؟ الشمس. الشمس صح؟ ولما الشمس بخرت المية طلعت عملت إيه؟ كلاود. كلاود. طيب مين اللي حرك الهواء؟ الويند. طيب والويند دي نشأت منين كحركة؟ من الدفء، نتيجة إن في هواء سخن وهواء ساقع. مين اللي سخن الهواء؟ الشمس برضو. يبقى من الآخر بقى مين اللي الشمس. السورس هو الإيه؟ الشمس. مركزين معايا؟ طيب نشوف. الشمس سخنت الهواء، وفي حتة تانية الهواء فيها ما كانش سخن، فالهواء ابتدى يتحرك، هبت الرياح. ليه ليه؟ الويند. طب الويند دي زقت مين؟ السحاب. السحاب لما مشي الناحية دي راح هناك، ربنا يخليه ايه؟ يمطر. فتنزل في الشتاء، قصدي في الصيف. بيمطر في الصيف ساعتها. جد؟ نركز بس. فتنزل الايه؟ ايه يا جماعه؟ المطر. المطر. فالمطر تنزل، ادي بقى تبدا نزرع تاني. يعني كده العمليه بتعيد. واحنا ممكن لما المطره كتير بقى بتحصل بركه برضو. ايوه بس معلش نركز بس ثواني، وبعد كده نقول المطر هتنزل كده. خلاص حصل دلوقتي نزول المطر، نزل على جبل. حلو. يبقى الاول ده اسمه ايه بقى؟ ايه اللي يخلي المطره تتحول تاني من جاز؟ ما هي كانت جاز، كانت ووتر فيبر، بقت ايه؟ ليكويد. ده بنسميه كوندنسيشن. كوندنسيشن برضو زي ما اتعودنا. ازاي نعرف يعني؟ نعرف الكلمه جت منين؟ نعرف الكلمه جت منين؟ دنس. دنس يعني كثافه. كان كثافه. ماشي. لما واحد يبقى مثلا دي راسه وشعره كده، وواحد تاني شعره كده، مين دول عليه شعره كثيف؟ نمبر 1 ولا نمبر 2؟ 2. صح كده؟ معايا حازم؟ يبقى كثافه يعني ايه؟ يعني الحاجات بقت تقيله وقربت من بعضها كتير، مش متناثره. خلاص؟ طيب كوندنسيشن يعني زياده الايه؟ الكثافه، او بنسميها تكثف. تكثف او تكثيف. ايه بقى التكثف او التكثيف ده؟ ان الجاز، الغازات اللي هي بعيده عن بعضها دي تقرب اكتر من بعضها تبقى وتتحول تبقى ايه؟ ليكويدز. فتنزل تبقى ليكويدز تاني. ماشي. يبقى الايفابوريشن حصل منين؟ من من الووتر ليه؟ الووتر فيبر. وعمل كلاود. طيب اديها كلاودز مع كلاودز. وبعدين الويند حركتها راحت منطقه ثانيه، قابلت سطح بارد، راحت ايه اللي حصل؟ تحولت من جاز لايه؟ ليكويدز. اسمها عملية ايه؟ كوندنسيشن. نزلت الرينز، الامطار. حلو كده. طب الامطار بقى لما نزلت هتجري على الجبل. جاي هيبتين. طب لما تيجي نازله هتندفع بقى وهنطلع منها النيروبيك. طب لما تلاقي بقى ايه؟ حفر ماشيه في الارض. طبعا تعمل ووتر فولز. تعمل لنا بقى ووتر ايه؟ ووتر فولز. ومش كده بس، وكمان وتعمل بقى انهار. زي نورنج. يبقى هنشوف هنا في ووتر فول صح؟ والميه وهي نازله باندفاع بقى هنا كده بيبقى لها اي نوع من الانرجي؟ كاينتك. كاينتك انرجي. صح؟ وتنزل وتطرطش بقى. سامعين الصوت؟ ماشي؟ وتجري وتفضل تبقى ماشيه كده. طب ما دي كلها كاينتيك انرجي. طب هل في اللي انا قلته ده كان في كاينتيك انرجي ثانيه؟ ساعه لما الاول اللي هي الحركه دي بتاعت الووتر فيبر لما طلعت لفوق.
طلعها، ولما الهواء كان سخن وبارد فعملت الايه؟ الويند، الرياح، وحركت صح، فحركت السحاب. فاذا الويند برضو كهواء ليه كاينتك ايه؟ انرجي. مين بقى مصدر الكاينتك انرجي دي؟ بقى الصن برضو من الاخر. الصن او سولار انرجي ادتنا ايه؟ نوعين من الانرجي. يلا ها، اديتنا لايت وايه؟ وثيرمال. واللايت والثيرمال سميناهم سولار انرجي. الثيرمال انرجي دي لما بتاثر على السوائل اللي موجوده في البحار ان السيز بتعمل تحولها الواتر فيبر، عمليه ايفابوريشن او ايفابورايزيشن، تتحول من ليكويد لجاز، بعد كده تتجمع فوق تبقى اسمها كلاود. كمان الثيرمال دي لما هتعرض ارياز او ريجنز في الايرث في الارض للحراره العاليه وحتت هتبقى حرارتها قليله، هيبقى في اختلاف ما بين هوت اير وايه؟ وكولد اير، فيبتدي تنشا الويند اللي هي الايه؟ الرياح. الرياح اللي تبتدي تتحرك تكتسب اي نوع من الانرجي؟ كانتك انرجي. تزق مين؟ الكلاود. الكلاود لما تروح تقابل سطح بارد، اي كولد سيرفيس فوق بقى في السماء، فتبتدي يحصل كوندنسيشن تاني، يعني تكثف او تكثيف، الجاز يرجع من جاز يبقى ايه؟ ليكويد. فتنزل الايه؟ الرينز. كل ده بامر مين؟ ربنا. ربنا سبحانه وتعالى. فتنزل الرينز، الرينز تخبط في الجبال وتنزل بقى ووتر فولز. ووتر فولز تنزل بقوه كبيره اسمها كاينتك ايه؟ انرجي. انرجي. وتجري في الانهار بقى والايه؟ في النايلز، او سوري في الريفرز، عشان نايل نيل، نايل ريفر هو نهر الايه؟ نهر النيل، زي اللي عندنا كده. فاحنا بقى الانسان قال الله، طيب ما دام بقى ربنا خلق لنا دي، ما تيجوا كده كده في كاينتك انرجي، ما تيجوا نستغل الكاينتك انرجي بتاعت الصن. لا الصن ما عندهاش الووتر فول. الووتر فول او كاينتك انرجي بتاعت الويند. الويند صح، او السولار انرجي، في ان احنا ما دام دي حاجات متجدده رينيوبل، في احنا نطلع الانرجي اللي احنا محتاجينها في البيوت والمصانع اللي هي انهي نوع؟ الكتريك انرجي. فاحنا دلوقتي الدرس اللي جاي هنعرف ازاي نحول الحاجات دي كلها لإلكتريك ايه؟ انرجي. حد عنده سؤال؟ لا. شكرا جزيلا، اشوفكم بعد الفاصل.